أهلا وسهلا بكم متابعينا الأعزاء، وياكم أمير المطبعي من شركة المتجر الإلكتروني. في هذا الفيديو سنقوم بعملية فتح للصناديق التي وصلتنا من أمريكا من موقع أمازون. هذه الصناديق تحتوي على بضاعة أمريكية أصلية، حيث قمنا بشرائها ونقلها إلى العراق حسب طلب زبائننا الأعزاء. تابعوا ويانا الفيديو للتعرف على هذه المواد. أهلا وسهلا بكم شباب، هسه راح نبدي نفتح الصناديق ونشوف شنو الأغراض اللي جايتنا. طبعا احب اذكركم ان هاي الشحنة شحنيها قبل البلاك فرايدي، قبل الجمعة السوداء، فتقريبا قبل اسبوع او اسبوعين هاي دازيها من امريكا، يعني غراض الجمعة السوداء ان شاء الله على الشحنة الجاية. عندنا هنا هذن شفقة ماركة مال اعتقدها مال سيارات وهيج شي، مثل ما جاي تشوفون قبالكم بالصورة. عندنا هنا مجموعة مكملات غذائية، طبعا مكملات غذائية اصلية ونوعية زينة وجايبيها من امازون، طبعا مكتوب made in USA. عندنا هنا مجموعة مال يوغي هاي، واللي هاي احنا مشتريها المجموعة كاملة، يعني مو اوراق مفردة، المحترفين يعرفوها، هاي اسمها المجموعة مال ABC، مجموعة كاملة مكملة من موقع ايباي. اللي يحب يطلب مجموعة كاملة او اوراق مفردة هم نقدر نجيب. طبعا كافة متعلقات لعبة يوغي موجودة عندنا للبيع المباشر، اللي يحب يطلب خلي راسلنا على الصفحة. احب اذكركم انه عنواننا احنا بالنجف الاشرف، واكو توصيل لكل المحافظات. متوفر عندنا مجموعه من المواد البيع المباشر جايبيها من امريكا، مواد قليله، ونقدر نجيب لكم اي شيء تردوه من موقع امازون او اي باي او اي موقع امريكي ثاني. طبعا كل اللي عليك انه تراسلنا على صفحتنا على الفيسبوك او الفايبر او تتصل علينا. نعتذر مقدما لان اقول لكم انه رسائل كلش هواي وراح نتاخر بالرد شويه، اتمنى تعذرون على هالشيء. على العموم نكمل الفيديو ونشوف شنو الاغراض الواصلة. عندنا هنا هذني كابلات مال انكر، هاي اكثر ماركة مشهورة بامريكا مال كابلات مال موبايلات ايفون او سامسونج. عندنا هنا بذور، هنا اعتقد مال زهور الايرس اسمها، اكيد هواي منكم سامعين بيها. عندنا هنا هذا شنو المجسم، مجسم او لعبة، خلينا نشوف شنو هاي، شوك بول، يعني هاي الكهرب مال طوبة كهرب ما اعرف شنو. على العموم هاي قدامكم جاي تشوفوها، الظاهر في شي كهرب هيج شي. هسه نكمل اللي وراها. عندنا هنا كفر مال موبايل، واعتقد هذا مال نوت 8 لان شكل الموبايل. هنا عندنا الديليتر اللي اعتقد هذا يمسح مال مانجا، جماعة المانجا اللي يرسمون يفيدكم هذا. اي متعلقات المانجا او الرسم موجودة بامازون، مواد اصلية ونوعيتها زينة، اللي يحب يطلبها خلي راسلنا على الصفحة. دزلنا رابط المنتج اللي تريد على الصفحة، إذا ما تعرف الرابط نعلمك، إذا ما تعرف شنو المواد ومين تجيب، يعني مين تجيب الروابط ويا مواقع، هم نعطيك مواقع تقدر تختار منها اللي تريده. بس عند الكاميرا شوي. ماكينة مال وشم هاي مال تاتو مثل ما مبينة، طبعا سعرها كلش رخيص مثل ما جاي تشوفون قبالكم. هاي الماكينة شنه بالله بعد. ملابس مثل ما جاي تشوفون، طبعا ملابس رجالية نسائية شتوية او صيفية كلهن نقدر نجيبهن من امازون. اكو ماركات واكو نوعيات نقدر نسميها تجارية، الماركات اكيد غالية. عندنا هنا هذا كفر مال جويستيك مال بلاي ستيشن 4، هاي ميدالية. ايش عندنا بالله بعد هنا؟ عندنا هذني متوفرات البيع المباشر اللي هن هذني نيك مايك، هنا ميداليات. طبعا احب اكرر انه النيك مايك متوفر للبيع المباشر، هذا سعره كلش رخيص، واكثر شيء يستخدمون قنوات اليوتيوب لان الصوت مالته شويه دقته يعني لا باس بيها، يعني مو افضل شيء ولا مو زينه، معتدله الدقه مال الصوت. هنا عدد يدويه حسب ما واضحه بالصوره، ما اعرف ان ما استخدم صراحه. عندنا هنا الماوس من ستيل سيريز، ماوس خرافي مال جيمنج، ويعني واضح قدامكم تغليفه مبين كلش فشي حلو. ايش عندنا بعد هنا؟ عندنا هنا ملابس رجالية، طبعا بيها فد فيكة هاي الملابس، ما اعرف بالضبط شنو، بس تقدرون تشوفوا اقبالكم. عندنا هنا قطع مال سيارات، قطع غير مال سيارة، وظاهر فشي مال محرك، صراحة ما عندي خبرة بالسيارات. هسه نكمل المنتج اللي وراه. شحنا عنا قبل هذا النيرفيكس اللي هو مكمل غذائي. هنا أنا سماعة بلوتوث اللي هي وايرلس هيدفونز، طبعا في شي خرافي هاي الماركة،
مثل ما جاي تشوفوها، مهتمين بالتغليف كلش هواي. ان هنا هذا جهاز مال برمجة او هيج شي حسب ما قريته، ما عندي معلومات عنه هواية. طبعا اغلب الغراض هذني الناس توصى عليهن واحنا نجيب لهم اياه من امازون او من اي باي او من امريكا لهنا. احنا شغلنا شركة شحن من امريكا للعراق، اي مواد تشحنها جملة او مفرد، يعني تقدر شغلات لك شخصية او تعطيها هدايا، او حتى اذا عندك محل تريد تجيب بضاعة، اذا تريد تجيب بضاعة مميزة ما موجودة بالعراق. عندنا هنا هذا السوار الذكي مثل ما جاي تشوفوه، طبعا اجور النقل تنحسب على الوزن. عندنا هنا متوفرات للبيع المباشر، هذني مجسمات صغيرة مال ناروتو. نكمل اجور الشحن على الوزن. فاذا عندك منتج تريد تشتري دزلنا رابط مالته على صفحتنا، راح نعطيك تكلفته واصله لهنا العراق، واحنا ندفع بالفيزا بالبطاقه مالتنا، ما يحتاج انت كول، بس تعطينا المبلغ عراقي. عندنا هنا متوفرات البيع المباشر، هذني الميداليات مال جيم اوف ثرونز، هذني هاي مال العوائل اللي تطلع بالمسلسل. عندنا هنا هذا مال هاند اوف ذا كينج، على هذا الشكل تفتح قواطي بيبسي مو قواطي بطاله. مثل ما جاي تشوفون هذني كلهن متوفرات للبيع المباشر، هذني الميداليات. طبعا كمية مو هواي لان هواي طلب عليها. هذا واير مال حاسبة. هنا عندنا ماوس باد من ستيل سيريز، ماوس باد اصلي واحترافي. اللي عندهم خبرة بهيج شغلات يعرفون هذا شنو. عندنا هنا هذا اير براش ميك اب سيستم ليه، وهذا مال المكياج، فرشة او مرشة مال المكياج حسب ما واضح يعني بالصورة. ما عندي خبرة كاملة عن المنتج، بس مبين فشي يعني احترافي. عندنا هنا موبايل ايفون، ايفون 5 اي، هذا ايفون 5 طبعا جديد ومفتوح يشتغل على شبكاتنا وارخص ما موجود هنا. وطبعا بيميزه كلش حلو انه هذا امريكي، فالامريكي يختلف عن اللي يجيبون هنا. عندنا هنا هذا كفر مال ايفون، وايفون ثاني ايفون 8 بلس، وهذا اللون الذهبي، اعتقد ذهبي فاتح مثل ما واضح قدامكم. اي اجهزة تطلبها نقدر نجيب لك اياها، ملابس، مكملات غذائية، عدد يدوية، العاب، اجهزة موبايل، اجهزة الكترونية الثانية هم نقدر نجيبها. طب على امازون وشوف ملايين المنتجات بيه. عندنا هذا الوصولات مال المنتجات على ما تتأكدون انه بضاعتنا اصلية. عندنا هنا الوان غذائية واضح من الكتاب اللي عليها، اللي هن طبعا ما بيهن مضار، واذا عندك فد اكل تريد تلونه تقدر تستخدم هذني. الوان غذائية طبيعية ونوعيتها زين. عندنا هنا منتج مال الشعر مال تصفيف الشعر من اكس، طبعا ماركة مشهورة هاي. ايش عندنا بالله وراها؟ اعتقد هذني بوسترات. ها عندنا هنا ملابس، اعتقد هاي قمصة الانسائية. طبعا ملابس رجالية ونسائية هم نقدر نجيبهن مثل ما قلت لكم، اكو ماركات واكو نوعيات تجارية، ايضا موجود كل شيء بالامازون، حتى الانواع التجارية الجودة التصنيع مالتها احسن من اللي عندنا. ايش عندنا بالله بعد؟ هنا هذا بوستر، وهذا الرهيب اللابتوب خليه بعدين. هنا ايش عندنا؟ ايضا ملابس، واللي هي هاي سترة او قمصلة مثل ما واضح قدامكم بالصورة. طبعا فالشي كلش حلو وجودة التصنيع مالته ممتازة. عندنا هنا شنو هذني؟ بوسترات هذني. ها هذني بوسترات طبية. طبعا هذني جاي ما اعرف عن شنو، بس الظاهر انه يدرس مناطق الجسم يحتاجوها، ما ادري بيا كلية او طبيب معين طلبهن. على العموم خلينا نكمل البقية. هنا ايضا هاي سترة مثل ما جاي اشوفها قبالكم، طبعا هذني اغلبهن شتويات. احب اذكركم انه عنواننا بالنجف، واكو توصيل لكل المحافظات. نجي هنا لللابتوب الام اس اي جي تي 73 في ار، صراحة دبابة، هذا مو لابتوب، تحفة فنية خاصة جماعة الجيمينج والبرامج الثقيلة واللي تحتاج معالجة وكرت الشاشة. كرت الشاشة 1070 طبعا مع ديسكتوب و اس ال اي 2، فشي خرافي. هاي المواصفات قبالكم جاي تشوفوها.
8 جيجا الكرت الشاشة هو اس ال اي. هاي اي لعبة يسحقها سحق. ايش عندنا بالله بعد هنا؟ أنا ما اعرف شنو هذا بالضبط، بس واضح قدامكم بالصورة مثل شريط لاصق اعتقد، مال شعار او مال باروكة، قطع غيار ومال سيارات وهيج شي اعتقد. لا هذا مثل المسدس مال الصمغ او عندنا هنا واير اللي هن نقدر نقول عليهن اكسسوارات مال الموبايل، طبعا هذا مال ايفون. ايش عندنا هنا بالله بعد؟ هذا اللي شفناه قبل شوية. عندنا هنا متوفرات، لا العفو، هذني هيدفون سماعات اذان، هنا ميداليات. ايش عندنا بالله بعد؟ جهاز مال فحص السيارات. ايش عندنا هنا؟ ملابس اعتقد، شال او هيك شيء. ايش عندنا هنا؟ ها هاي البلاي مات مال بلو ايز، طبعا هاي منتج مختص بلعبة يوغي، حتى يقدرون يستخدموه للحاسبات اذا يحبون هيك شيء. اي نوعية من البلاي مات نقدر نجيب لكم اياها. عندنا هنا كفر مال موبايل مال الايفون، فالشي حلو هذا. شنو بالله بعد هنا؟ ايش عندنا؟ عندنا هنا انكر اللي هي اعتقد هاي بطارية، العفو شاحنة او واير. على العموم هي ماركة انكر، الماركة امريكية مع الشاحنات ومع الوايرات. عندنا هنا بذور، هذني بذور مال البطيخ مثل ما جيوك تشوفون بالصورة. طبعا نقدر نستورد بذور بس بكميات قليلة مو هواية. هنا عندنا كفر مال الموبايل وستاند مال الكاميرا مثل ما واضح قدامكم بالصورة، متعدد الاستعمال هذا الستاند. جماعة الاوديو والتسجيل والقنوات يفيدهم هيك هذا المنتج، تقريبا يصفي الصوت مال التسجيل مال لما نسجل من الموبايل. مجسم مال لعبة مال رينبو 6 مال حاسبة، مجسم او فيجر مال لعبة للي ما يعرف شنو هذني. اذا عندكم سؤال او استفسار موجود صفحتنا على الفيسبوك، تقدرون تراسلونه وتسألونه. و راح شوية نتأخر بالجواب لأن رسائل كلش هواي، عذرونا على هالشي. هنا عندنا هذني ما أعرف شنو، شنهن حمر ما أعرف، يمكن حمرة. هنا الشيا باتر اللي هي زبدة الشيا، منتج مشهور هذا، منتج مال تجميل. إيش عندنا بالله ذني؟ ها عندنا هذني الاتنشن اللي هو شراب، طبعا هذا علاج أو مكمل غذائي، هواي يستخدموه. والله ما ادري نسيت. على العموم عندنا هنا شامبو هذا مال قشره ومال يعالج فروه الراس. هم ايش عندنا هنا؟ ساعه، طبعا هاي ماركت سونغو ما اعرف شلون، بس مبينه فد شي خرافي يعني. جاي اشوف الساعه قبالي، هاي اشوفوها حلوه والله. طبعا ماركات نقدر نجيب اي ماركة من الساعات ومن غير منتجات. عندنا هنا منتج واضح قدامكم بالصورة، هاي المروحة، طبعا هاي الاغراض الصناعية يعني تتحمل كل شيء، حتى لو يعني فد شيء قوي ومصنوعة بجودة ممتازة. تقدرون تشوفون عليها فيديوهات باليوتيوب. هاي ماركة من دي وولت، هاي هواي عندهم هيك سوالف، حتى عدد يدوي مثل درايل او يعني هواي شغلات، شاكوش ومن هذين الامور. عندنا هنا هذين بذور نباتيه مثل ما جاي تشوفون، هاي صورهن، هذا فلفل. اي مواد من امازون عاجبكم تطلبوها نقدر نجيب لكم اياها. اذكركم انه كل اللي عليك انه تراسلنا على صفحتنا على الفيسبوك اذا عندك سؤال او استفسار، او تقدر تتصل بينا. هاي احب اشكركم لان تابعتوا الفيديو، مو تنسون تسوون لايك وتشاركون الفيديو بين جماعتكم، ومع السلامة.